اه بتحط بقى المسحوق بتغسل والدراير جنبك ما بتاخدش بقى. فكان مره ما اعرفش اذا كان فاكرها كابتن عادل المأمور قال لي وانا على طول اليك في المغسله، قلت له اعمل ايه؟ انا بتمرن كتير ولازم ولازم وانا ما احبش اتمرن بعرق يعني. ما ينفعش العب تريننج او بدل جودو بالعرق بتاع، لازم اغسلهم على طول يعني. كانت الروح حلوه اكيد. اه طبعا. وبعد كده بقى وانا المشكله ان انا لعبت اخر يوم. ايوه يعني انا اخر واحد في البعثه المصريه لعب. كل الناس لعبت وكل الناس. المنافسه بقى بدات مع مين؟ مشوار البطوله اللي هنوصل فيه بقى التتويج. احنا المنافسه ابتدت احنا مع مين؟ بنلعب في نفس اليوم يعني، انت بتبدا الصبح تخلص بنفس اليوم. اه ما مش بتمنع تلعب النهارده وبكره، لا. لا تبدا الصبح تخلص بالليل. فطبعا كانت المنافسه بين يعني، كان كل الناس بتدور ان كل واحد عايز يكسب. اه انا بالنسبه لي كانت المجموعه بتاعتي كان فيها التونسي وكان فيها الصيني وكان فيها روماني والمجموعه الثانيه كان فيها ياماشتا وكان فيها الماني ياماشتا الياباني. وكان فيها الفرنساوي. وكان فيها السنغالي تقريبا اعتقد كده. وكنا بنلعب. انا طبعا كان عندي حلم ناخد ميداليه ذهب، وياماشتا ده راجل عشان نبقوا واضحين، الراجل ده بطل العالم، يعتبر الهيرو بتاع الجودو كله، بطل العالم يعني. انا بالنسبه لي هو كان المثل الاعلى، وكل واحد فينا يحب يكون هو ياماشتا. لانه امكانياته الجسمانيه وامكانياته الحركيه وامكانياته التمرين وهناك والاهتمام، امكانيات عاليه قوي جدا جدا جدا. وهو بالنسبه لهم كان حاجه كبيره يعني. في حاجه بطوله اسمها الاول جابان. اول جابان دي بتتعمل مره واحده في السنه وبيلعبوا فيها النخبه الجودو هناك. هو خد عدد سنين كبيره قوي، واخد بطولات عالم اذا كان تقيل او مفتوح. وراجل كل يعني عايز اقول لك حاجه، لو ماشي كده تلاقي كاميرات والتلفزيونات اليابانيه ورا منه في كل حته فانا بالنسبه لي كان حلم ان انا العب معاه. فالراجل انا عايز اقول لك، في المعسكر بتاع اليابان كان المدرب بتاعي اللي هو الياباني كان تلميذ المدير الفني بتاع الاتحاد، المدير التلميذ المدير الفني بتاع الفريق القومي الياباني. فسمحوا لنا ان احنا نعسكر معاهم حوالي 10 ايام. قعدتوا وبقيت بتشوف يا ماشيتا على طول يعني في نفس الاوتيل في نفس، بس ما ينفعش نلعب مع بعض. يعني احنا بنقف جنب بعض بنتمرن، لكن ما نلعبش مع بعض. والصبح بنجري في الـ في الـ في جنينه كده كنا بنجري فيها بنعمل تماريننا مع بعض وكل حاجه. فهو يوميها الصبح، ودي طبعا مش هنساها ابدا، وانا واقف كده مع المدرب بتاعي جه سلم عليا وقال لي شد حيلك ونتمنى ان احنا نلعب مع بعض فاينل. انا بالنسبه لي طبعا ده شيء حلم ان انت تلعب مع ياماشتا، ده حلم كبير. لكن في قرارة نفسي كنت عايز اكسب، كنت عايز اكسب ياماشتا. لو انا وصلت فاينل طبعا كل واحد بيحلم ان يكسب الماتش والتاني والتالت، لو وصلت فاينل العب مع ياماشتا. الوقفه مع ياماشتا في الوقت ده او التمرين معاه وفي اللحظه دي شالت بعد كده في المباراه النهائيه الرهبه من الكابتن رشوان وانت بتقابل مثلك الاعلى بقى والاسطوره اللي انت نفسك يعني. بص هقول لك حاجه، لو رجعنا